بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان منظومة تثمين السماد العضوي. المادة العضوية بالنسبة للتربة الزراعية ولا سيما في المغرب عندها أهمية كبيرة، بحالها بحال الماء ديال السقي، نظرا للمناخ الجاف اللي كتعرفوا بعض مناطق بلادنا. المادة العضوية بشكل عام هي كل مادة كيرجع أصلها لبقايا نباتية أو حيوانية، بحال الجذور والأوراق المتساقطة وبقايا المحاصيل وبقايا الحيوانات والكائنات الحية الدقيقة. يجب الاهتمام بتخمير هذه المواد العضوية وإضافتها للأراضي الزراعية لتقوية التربة وتقوية المحاصيل. المواد العضوية هو كل ما المخلفات ديال الخضرة ديال الفلاحة ديال الجرادي، واللي إلى قسم خلطة مع الزبال الأخرى يعني كرتون بلاستيك كتوسخها، ولا مشينا دفناها في المطارح كتسبب عليها واحد العصارة اللي كتلوتنا المياه أو الغازات اللي كتلوتنا الجو. وباش ما نحدو من الأثر السلبية لهذه المواد العضوية كيستوجب علينا أننا نفرزوها ونعملو تثمين ديالها إلى سماد عضوي. كيفاش ممكن نستفدوا من هذه النفايات ديال المواد العضويه؟ باش نستفدوا من هذه النفايات العضويه كخصنا نعملوا لها الفرز ديالها ونحولوها الى سماد عضوي اللي كتستفد منه الفلاحه، وكنقللوا حتى من الاستعمال ديال الاسمده الكيماويه. ولهذا الشيء الوزاره كتقوم حاليا بصياغه واحد اتفاقيه شراكه مع الجهات المعنيه من اجل وضع منظومه ديال تثمين هذه النفايات العضويه الى سماد عضوي. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.